يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها كانت تتعاطى حبوب منع الحمل ثم تركتها فنزل معها دم بعد 15 يوما من طهرها، عبارة عن نقط قليلة كل يوم 3 أو 4، ولم يأتي بعد وقت عادتها، فهل تعتبر هذه النقط من العادة فتترك الصلاة لأجلها؟ لا، إذا كانت مجرد نقط ولا يستمر فإنها لا تترك الصلاة من أجلها، لأن هذه نتيجة تعاطي الحبوب، أي نوع من النزيف، وهي في غير العادة، في غير وقت العادة، فلا تترك الصلاة من أجلها. نعم.